بعد أن اشتعل الإعلام بأخبار الخلاف الذي أثير بين نجمي النصر المحترفان المغربيان نور الدين أمرابط والنجم الهداف عبد الرزاق حمد الله بعد المشادة التي حدثت بين الاثنين أثناء لقاء الفريق النصراوي أمام نظيره نادي أبها عندما احتسبت ركلة جزاء لصالح النصر وقام الثنائي بالدخول لتسديد الركلة، إلا أنهما دخلا في خلاف فيما بينهما لمن سيسدد الركلة، وفي الأخير قام عبد الرزاق حمد الله بتسديد الركلة والذي نجح في تسديدها لتعلن عن الهدف الثالث لفريق العالمي في لقاء انتهى برباعية نظيفة. كشف نادي النصر اليوم عن فيديو يجمع النجمين المغربيين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط ثنائي الفريق الأول لكرة القدم على هامش التدريبات الجماعية مساء الأحد. وظهر حمد الله في الفيديو وهو يقول عن أمرابط: هذا أخي. وذلك أثناء تبادلهما ارتداء الأحذية الرياضية ليرد بشكل غير مباشر عن الأنباء التي ترددت بشأن الخلاف بين اللاعبين والتي اشتعلت خلال مواجهة أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبعد المباراة ترددت أنباء عن قيام أمرابط بحذف متابعة حمد الله على موقع تبادل الصور انستغرام، الأمر الذي أشعل القطيعة بينهما. ومن أجل حل الأزمة عقد عبد الرحمن الحلافي المشرف على فريق الكرة بنادي النصر وكذلك رئيس نادي النصر صفوان السويكت أكثر من مأدوبة عشاء والتي جمعت بين اللاعبين اللذان يبدو أنهما تصالحا نهائيا بالفعل. ومن جهة أخرى واصل العالمي تدريباته مساء يوم الأحد تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا ويستعد النصر لمواجهة فريق البكيرية ضمن منافسات الدورة 32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019. وقد بدأ نجمي النصر حمد آل منصور وعبد العزيز الجبرين برنامجهم اللياقي بعد تعافيهما من الإصابة. علمت صحيفة عكاظ من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل اقتربت من التجديد مع حارس الفريق الأول لكرة القدم عبد الله المعيوف قبل نهاية عقده الموسم الحالي. اتبقى أقل من شهر على دخول المعيوف الفترة الحرة التي يحق له من خلالها التفاوض مع الأندية الأخرى. وأوضحت المصادر ذاتها أن رغبة المعيوف في الاستمرار مع نادي الهلال السعودي أسهمت في اقتراب المفاوضات من خط النهاية بعد الاتفاق على كافة بنود العقد والتفاصيل المالية ومدة العقد بين الطرفين، على أن يتم الإعلان من قبل إدارة النادي لبقاء الحارس الهلالي ضمن الكتيبة الزرقاء. وتهدف إدارة فهد بن نافل للمحافظة على استقرار الفريق الكروي في السنوات القادمة. يذكر أن عبد الله المعيوف منذ انضمامه للزعيم حصد العديد من البطولات محليا وقاريا وتأهل للعالمية. أكد مدافع نادي الاتحاد السعودي السابق حمد المنتشري على أن الكلام الذي يشاع خلال الأوساط الإعلامية بعدم وجود صفقات سوف تدعم نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية وأن الإدارة لن تعقد صفقات جديدة لا أساس له من الصحة. وكشف عن 4 صفقات ستؤثر بالإيجاب على الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المقبلة. تحدث المنتشري لبرنامج الدوري مع وليد قائلا: الاتحاد هو أضعف فريق مستفيد من اللاعبين الأجانب، وخط الوسط كله به لاعبون تخطت أعمارهم 30. الاتحاد بحاجة لثورة حقيقية في اللاعبين الأجانب. وأضاف المنتشري: أرى أن الاتحاد بحاجة ماسة للتعاقد مع صانع لعب ولاعب طرف ورأس حربة ومدافع.
ووصل المنتشري حديثه قائلا: ماروان داكوستا مدافع ليس بالقيمة العالية المناسبة للاتحاد، والفريق حاليا موقفه صعب ويحتاج لأفضل المحترفين، ولو أنني أملك سلطة لتعاقدت مع أفضل اللاعبين بدون أي شك. ورد أنمار الحائلي برد ناري على بعض الوسائل الإعلامية التي أكدت أن إدارة الاتحاد الحالية برئاسته عاجزة عن التعاقد مع صفقات جديدة تدعم الفريق خلال الميركاتو الشتوي القادم. وقال أنمار في بيان غاضب ويتهم تلك الوسائل بالكذب وأنهم لا يريدون الخير لنادي الاتحاد، وقال في بيانه: أخبارهم شائعات ومغلوطة، واستشهد بأخبارهم السيئة قبل أي مباراة وبعد أي مباراة مهما كانت النتيجة. وتساءل الحائلي من أين لهم الدراية أن الإدارة لن تستقدم لاعبين جدد، وإلى الآن لم تفتح فترة الانتقالات، فلماذا جملة التأجيج؟ كما أشار رئيس نادي الاتحاد أن هناك بعض المواقع تدعي أنها اتحادية وهي كل البعد عن المصداقية والاتحادية. ومن جهة أخرى وجهت لجنة الاستئناف صدمة مدوية لنادي الاتحاد برفضها الاحتجاج المقدم من العميد بسبب إشراك أبها للاعب المصري أحمد مصطفى خلال لقاء الفريقين في دور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتفكر إدارة الاتحاد في التوجه إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي من أجل تصعيد المسألة، خاصة أن العميد لا يزال مصرا على أن موقفه قانوني طبقا لتصريحات حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد. كشف الصحفي ألكسندر إرنست عن أولى صفقات الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. ونشر إرنست رسالة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر جاءت كالآتي: أعلم أن هذه المعلومة ستلقى رفضا من جماهير إنترناسيونال، ولكن الفريق سيفقد خدمات إيدي نيلسون مع نهاية العام. هناك مفاوضات متقدمة مع نادي الهلال السعودي، ولكن لا أعرف تفاصيل الصفقة المالية حتى الآن. وكان صانع الألعاب البرازيلي إيدي نيلسون ذو 29 عاما قد انتقل لصفوف انترناسيونال في يوليو 2018 قادما من نادي أودينيزي الإيطالي بعقد ينتهي في 2022. وشارك إيدي نيلسون في 27 مباراة بالدوري البرازيلي، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفين. يأتي ذلك في ظل عدم اعتماد كارلوس إدواردو في القائمة الآسيوية للهلال بالموسم المنقضي، فضلا عن أنباء اقترابه من الرحيل عن الهلال في فترة الانتقالات الماضية قبل أن يتأكد بقاؤه في صفوف الزعيم. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.